ترامب يدعو لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك ويحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومية. مجلس الأمن يبحث اليوم الوضع في اليمن ويستمع لإفادة من المبعوث الأممي. ورئيس الوزراء العراقي ينفي المعلومات حول تمركز جديد للقوات الأمريكية بالعراق. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته قدمت مقترحات للكونغرس لتأمين الحدود، وطالب ترامب في خطاب للشعب الأمريكي الحزب الديمقراطي بالموافقة على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وتوفير تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار، وحملهم مسؤولية الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث، وحذر من المخاطر الأمنية التي ستزداد إذا لم تؤمن الحدود أو لم تؤمن الحدود الجنوبية. ودعا ترامب الديمقراطيين للسمو فوق السياسات الحزبية لخدمة الأمن القومي. وفي أعقاب خطاب ترامب، عقد قادة الحزب الديمقراطي مؤتمرا للرد على ما ورد في كلمة الرئيس الأمريكية، واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشيك شومر ترامب بخلق أزمة وبالفشل في إقناع المكسيك ببناء الجدار الحدودي الذي وصفه بغير الفعال. من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن النساء والأطفال على الحدود ليسوا تهديدا أمنيا بل تحديا إنسانيا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد لإنهاء النزاع. وذكرت مصادر أممية أنه من المقرر أن يقدم مارك لوكلوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تقريرا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن. قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي انه لم يستلم اي معلومات حول تمركز جديد للقوات الامريكيه في العراق، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود انخفاض مستمر في عدد القوات الامريكيه والاجنبيه في العراق العامله ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي. أغرقت مياه الأمطار الغزيرة شوارع العاصمة اللبنانية بيروت واقتلعت أشجارا من جذورها، فيما أغلقت عدد من الطرق في المدينة لبعض الوقت مما أعاق حركة السير وعلق المواطنون داخل سياراتهم. ودخل لبنان في المرحلة الثانية من العاصفة نورما وتجاوزت الرياح 90 كيلومترا في الساعة، وخلفت العاصفة أضرارا مخيفة في البنى التحتية. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.